كابتن سمير عثمان ابو محمود. كابتن وليد، بسلم على حضرتك والساده الزملاء. دي من اصعب الحلقات اللي عملتها في حياتي بصراحه، ان احنا نرثي صديق عزيز ناقد محترم. لو كان تبقى في اختلاف في الاراء اثناء الحلقه كنا بنتكلم بعض بعدها. راجل جميل الله يرحمه، واكيد اكيد علاقته كويسه جدا بينه وبين ربنا لسبب بسيط. ليله 27 من رمضان، اخر 10 ايام في رمضان، لقينا المملكه كلها قاعده بتدعي له وبتصلي له وبيدعوا له على طول. انا هنا في مصر في كتير جدا من النقاد والاعلاميين الرياضيين ولاعيبه الكوره، تاني يوم عزوني انا شخصيا في كابتن عادل التوجري. اكيد علاقته كانت كويسه جدا مع ربنا، ربنا يرحمه ويصبر اهله وبناته وزوجته واخواته وكل محبين كابتن عادل التوجري. ربنا يرحمه باذن الله، باذن الله يبقى في الفردوس الاعلى ان شاء الله. يا رب يا رب، الله يرحمك يا ابو غيد.